استاذ لاش دقيقه تفضلوا تفضلوا الصالون. صحيح مداخله اليوم قدم دولي الدراسة المديرية الجهوية ديال البيئة حول تطبيق ديال المتاهات بشكل عام. أنا كانت مداخلتي من واحد الزاوية الزاوية ديال التدبير الوقائي، هذا التدبير العلاجي. التدبير الوقائي هنا يتعلق بعملية التحسيس، عملية التحسيس ليس بالأمور المتداولة، هناك طرق علمية أو كتسمى التسويق الاجتماعي، كتسميها الإشهار الاجتماعي، كتسميها الحملات التحسيسيه او الحملات في صحه العمل كومباني دانتيغ جينيرال ديال دانتيغ بوبليك. اذا هاد التقنيات هي اللي مهمه جدا لتحقيق الاهداف المرجوه من تقليص النفايات. اذا اعتمدناها، اذا حنا عصر ديال الاعتماد على التقنيات والاليات المعتمده، تقدر يكون عندك فكره سليمه نظريا، ولكن طريقه التنزيل ديالها الاساليب المطلوبه اعتمادها هي اللي ممكن تحقق لها النتائج المرجوه. هناك مقاربات اللي جاتنا من الوزاره اللي كتجي على المستوى المركزي، كاين مقاربه ديال احداث واحد المركز ديال التسميم، وانا كنعتبره هو مكلف لان غيبقى الطونات ويخلص الجامعات الطونات، كيتزاد المستوى كيفاش النفايات الى اخره، مقابل برنامج اخر اللي طرحته الدوله 2019 اللي هو جات ديك الساعه 2020 جات كوفيد. هذا البرنامج ديال تقليص النفايات فيه واحد مجموعه ديال الاستراتيجيات، هذه الاستراتيجيات اللي هي مهمه جدا، كترتكز اساسا على فرض قبلي ومرتبطه بالتحسيس، يعني باش يولي مواطن شريك فاعل شركاء، باش تقلص كتقلصها من الاصل على المسؤول، وبالتالي كتقلص الكلفه الماليه على الجامعات وكذلك على الداخليه، يعني كل المساهمين على الوزاره كتقلص وكتقلص الاثار ديالها، لانه هو درتي وقع ديك التركيبه ديال الكيميائيه والبيولوجيه اللي كيديرها النفايات، ولكن درتي في التقليل انت قلصتي قلصتي، وبالتالي كتحقق نتائج افضل وقائيا ماليا صحيا وهكذا. وبالتالي هذه هي جوهر المداخله اللي سالت في هذا اللقاء ديال الضباط المديريه الجهويه للبيئه في جهه الرباط السابعه المديره بمناسبه افتتاح اليوم العالمي للبيئه اللي تنظم العام تحت شعار مكافحه ومحاربه النفايات البلاستيكيه. كان فهو هو معروف اقليم القنيطره اللي هو في جهه الغرب معروفه بفلاحه الفواكه الحمراء والفواكه الحمراء اللي كتعتمد في المسلسل ديال الانتاج ديالها على المواد البلاستيكيه اللي كتستعمل لمده سنه في مسلسل الانتاج، ومن بعد كتحول النفايات. هذه النفايات ما واحد منظومه وهيكله اللي تكلف التدبير ديالها من المصدر، يعني الفرز، التدوير، التثمين والتخلص منها بطريقه ايكولوجيه. اذا المشاركين طرحوا بحضور معي من الباحثين بجامعة ابن قفيل، بجامعة محمد الخامس، وكذا بمعهد البيطرة، جاو باش يعطيهم التجربة ديالهم وشرحوا لهم شنو هما الأضرار والإشكالية ديال هاد النفايات البلاستيكية اللي كتواجد في الحياة اليومية، في النفايات المنزلية، في النفايات الصناعية، اللي كتطلب واحد التدخل عاجل لوضع واحد المنظومة اللي فيها تدبير النفايات من المصدر إلى التخلص منها بطريقة إيكولوجية، وذلك حفاظا على الوسط الطبيعي وعلى صحة الإنسان.